وصلنا لتاني فقراتنا لليوم لنضوي على شهر الكتاب السوري، معرض شهر الكتاب السوري برعاية السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوحة، واحتفاء بيوم الكتاب السوري تقيم وزارة الثقافة معرض شهر الكتاب السوري في جميع المراكز الثقافية ونوافذ بيع كتب الهيئة العامة السورية للكتاب. أكيد يا ليلى، هذا خلينا نقول هيئة الفعالية كل الناس بتنتظرها لتتعرف على أهم العناوين اللي ممكن تكون موجودة ضمن شهر الكتاب، والعالم اللي بتروح بتزور المعرض بتنتقي عناوين جدا مهمة. اليوم ضمن صباحنا لليوم رح نضوي على شهر الكتاب السوري ومنافذ البيع بمختلف المحافظات السورية، وضيفتنا لليوم هي السيدة أماني قوادري، مديرة المعارض والتسويق في الهيئة العامة السورية للكتاب. صباح الخير صباح أماني، وأهلا وسهلا بحضرتك، ويعطيكم ألف عافية لكل الجهود اللي اشتغلتوا عليها. نحن بلشنا ب 12/5 تماماً، ومستمرين أهلا وسهلا ل 30/5 إن شاء الله. وسهلا فيك. طبعاً يلي ضمن كلية الحقوق، فتحته السيدة الوزيرة بكلية الحقوق بيوم الأحد 12/5. أما بباقي نوافذ البيع ضمن مديريات الثقافة بجميع المحافظات السورية فهو مستمر ل 12/6 إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن معرض شهر الكتاب السوري، أهميته في تعزيز القراءة. طبعا هلا احنا بالنسبه لنا معرض شهر الكتاب هذا فرصه لاطلاع الجميع على اخر اصدارات الهيئه العامه السوريه للكتاب، طبعا هو لابراز الغنى الثقافي والفكري والتوعوي اللي موجود لدى المؤلف والمترجم السوري على حد سواء. هلا احنا طبعا كل عام بنحتفل بيوم الكتاب السوري، فنحن بنعمل معرض لمده شهر كامل. هالسنه كان عندنا الموجود الافتتاح بكليه الحقوق. طبعا احنا اخترنا كليه الحقوق طبعا هي لانه موجوده ضمن تجمع الجامعات وبمكان بقلب العاصمه. احنا طبعا نعرض فيه آخر إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب. عنا إصدارات طبعاً بتخص الأطفال، في عنا إصدارات جداً مهمة. إحنا في عنا لجنة بتهتم كتير بكتب الأطفال، يعني إصداراتنا كلياتها مدروسة بشكل كتير جيد. في عنا كمان طبعاً دراسات أدبية فلسفية تربوية، في عنا بخص المسرح سينما موسيقى، طبعا ما بننسى الادب العالمي. احنا عندنا يعني كتب مترجمه جدا مهمه من اصدارات الهيئه، طبعا بالاضافه الى شعر وروايات. فينا نقول هدول فعاليات ضمن المعرض. طبعا هلا احنا هذا كلياته موجود. احنا حتى هلا كل فتره في عندنا بنزود المعرض بكتب جديده غير الكتب يلي موجوده لاغناء المعرض. احنا عنا طبعا احنا هيئه غير ربحيه، فاسعارنا جدا مناسبه. بمناسبه المعرض في عنا نسبه حسم 50% من اصداراتنا من عام 2020 لل 2024. طبعا اصداراتنا اللي قبل هي طبعا اسعارها زهيده جدا، يعني في عنا كتب قيمتها 500 و1000، يعني مقارنه اليوم باعباء الطباعه يعني تماما صحيح. يعني هذا الشيء اللي احنا بيجينا كثير ناس انه يعني هيك كتب قيمه ومحتوى فكري وثقافي جدا عالي وبهذا السعر. يعني بالاخير قلت لك احنا هدفنا نشر الثقافه بين جميع فئات المجتمع، وانما احنا ما لنا هدف ربحي مثل باقي دور النشر. فلحنا كمان في عنا طبعا غير معرض شهر الكتاب، لحنا في عنا معارض تانية عم تكون ضمن مديريات الثقافة بباقي المحافظات. في عنا كمان معرض دائم بجامعة تشرين، معرض أم الأبجدية. في عنا معرض بكلية الآداب جامعة دمشق. عن هدول دائما موجودة هي المعارض. هلأ في عنا طبعا لحنا معارض خارجية منشارك بمعارض إما عن طريق وكيل، مثل عندي أنا مثلا معرض أبو ظبي، معرض الدوحة. هلأ في عنا مشاركين بمعرض الدوحة، شاركنا بأول العام بمعرض القاهرة، معرض منسك،
كمان شاركنا عبر السفارة السورية. في عنا هلا أسبوع الثقافة بمدينة الجزائر كمان عبر السفارة السورية. يعني حتى لو لحنا ما عنا عنا شوي صعوبات بالمشاركة عربيا، بس في عنا مشاركات عبر وكيل أو عبر السفارات. طبعا لحنا هي السنة الحمد لله يعني استطعنا المشاركة بمعرض مسقط الدولي مشاركة رسمية. كنت أنا طبعا موجودة ضمن المعرض، وبنشكر كتير إدارة معرض مسقط استضافتنا. بالفعل كانت استضافة جدا حلوة، شاركنا بجميع إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب. كان في انطباع جدا يعني كتير حلو هنيك بالنسبة للكل يلي كانوا الأجنحة اللي حوالينا، حتى بالنسبة للأجنحة الرسمية اللي كانت مشاركة ضمن معرض مسقط. طب اليوم إذا بدنا نحكي عن أبرز العناوين أو أهم العناوين اللي تم إطلاقها خلال هذا المعرض. هلأ طبعاً في عنا لحنا العناوين يلي بتكون متعلقة بالدراسات، دراسات سياسية وأدبية وتربوية. طبعا هاي لحنا إذا بدي أعدلك عناوين ما بخلص. لحنا إصداراتنا بالنسبة لحنا كهيئة حكومية، لحنا إصداراتها كتيرة بالنسبة لباقي دور النشر. يعني لحنا نصدر سنوياً فوق ال 300 عنوان. يعني رغم انه التكلفه عاليه ورغم الصعوبات ونحن مستمرين. طبعا مثل ما عم اقول لك يعني الدراسات عنا كثير كثير مطلوبه كثير مرغوبه. حتى احيانا بيجينا ضمن المعرض اجانا ناس من دوله العراق اخذوا من عنا كتب، انه يعني كثير انتم هي الكتب عندكم قيمه واسعارها جدا زهيده. فتحوا مكتبه يمكن من ضمن الكتب اللي اخذوها دروس يعني او مكتبه ارشيف. ايه طبعا احنا في عنا ارشيف خاص ضمن الهيئه، وفي عنا ارشيف في عنا جزء بيروح لمكتبه الاسد للمحافظه على ارشيف وزاره الثقافه من عام 1960 الى الان. طيب ست أماني، اليوم يعني شجعتينا اليوم نروح ونزور المعرض، عم تقولي لنا اليوم في عناوين جدا مهمه وتستحق القراءه. يعني اليوم خلينا نقول المواطن السوري يعني في شغف، في عندنا نسبه كثير كبيره بتحب تقرا وبتحب تشوف اصدارات فكريه ابداعيه ثقافيه جديده مطروحه للشباب السوري. شو هي التسهيلات اللي تقدمت من حضرتكم لجميع الناس حابين يروحوا يزوروا المعرض ومنافذ البيع؟ هلا طبعا احنا مثل ما عم بقول لك احنا بالنسبه لنا زودنا كل منافذ البيع قبل المعرض باصداراتنا الجديده. هلا يلي ما لقى في كتاب معين ما قدر يلاقيه، في عندي انا نافذه بيع مباشر ضمن المديريه، بيقدروا يتصلوا فينا يوصوا على الكتاب احنا بس نجيب له اياه، بيقدر دغري يجي. يعني ما حنعذبه وانه روح ادور بالمكان الفلاني او كذا، بيقدر يطلبه من عنا ضمن الهيئه. هلا احنا طبعا قلت لك نسبه الحسب عنا 50%. ممكن إذا وصونا على كتب كمان نجيب لهم إياها على المعرض، لحنا ما عنا أي مشكلة. منافذ البيع عنا منتشرة، في عنا بمركز أبو رمانة، في عنا بكلية الآداب، في عنا عدوي، مزة، كفرسوسة. لحنا منافذ البيع منتشرة بمجمع دمر الثقافي، منتشرة كلياتها. يلي ما بيقدر يلاقي الكتاب ممكن يجي لعندي على مديرية الثقافة بنافذة البيع المباشر. هلا في عنا لحنا كمان إصداراتنا من الكتب الإلكترونية. يعني لحنا مو بس عنا إصدارات ورقية، لحنا في عنا إصدارات إلكترونية. طبعا بتعرفي أحيانا هذا الجيل ما كتير أو له خلق إنه يفتح كتاب، أحيانا ممكن عدم القدرة الصراحة على شراء الكتاب بسبب الوضع الاقتصادي، أو ممكن ما يكون الكتاب موجود. لحنا في عنا كتب إلكترونية بيقدروا يحملوها من على صفحة الهيئة العامة السورية للكتاب. طبعا حتى الكتب الإلكترونية لحنا ممكن لما منلاقي في إقبال كتير على كتاب بيتم طباعته وتوزيعه لجميع نوافذ البيع. تمام. طب حكينا على صعيد دمشق، اليوم شو الإجراءات اللي بتتخذوها لحتى يوصل الكتاب خلال منافذ البيع يمكن، أو إجراءات تانية للشرائح مختلفة يمكن بالمحافظات السورية؟
هلا بالنسبه لحنا عم نعمل جهدنا طبعا بالتعاون مع مديريات الثقافه بجميع المحافظات انه نوصل الكتاب باسرع وقت ممكن، بس بتعرفي في شويه صعوبات بايصال الكتب، يعني بتعرفي في ازمات معينه عم تاثر على ايصال الكتاب بسرعه كبيره. مع هالشيء عم نحاول جهدنا، ممكن احيانا مديريات الثقافه يتعاونوا معنا، احيانا ممكن نبعث لهم اياهم عن طريق الشحن. يعني احنا بعتنا مثلا لمحافظه الرقه، احنا محافظه الرقه بتعرفي الطريق هنيك صعب كثير وصول الكتب إلها، ومع هالشيء قدرنا بالتعاون معهم انه نوصل الكتب، وهن مشكورين قاموا بمهرجان ثقافي جدا واسع، كان الاقبال جدا كبير لانه هن ضلوا سنوات طويله الكتاب ما عم يوصلهم. وبالنسبة لهم كمان في عندهم جامعات يعني، وفي كتير هنيك قراء عندهم نهم ليمسكوا كتاب ويقروه، فلحنا يعني كنا كتير مسرورين بالنتائج يلي كانت موجودة ضمن المهرجان بمدينة الرقة. طيب اليوم إذا بدنا نحكي عن التأثير الإيجابي للمعارض الكتب بشكل عام اليوم، إن كان على القارئ، إن كان على النشر وتوزيع الكتب والتعريف اليوم بالفكر السوري، أدي اليوم مهم هي المعارض؟ طبعا إقامة المعرض هو ما له موضوع ترف، صح. وإنما هو يعتبر محرك مجتمعي لتطوير المجتمع الصراحة، وبالتالي لتطور الوطن. يعني أنت لما بتبني جيل واعي مثقف هذا الشيء كتير بهم بتطور مجتمعك وتطور الوطن. يعني القراءة ما عادت أنه والله موضوع تسلية، وإنما هو لتنمية الفكر وزيادة الوعي، وبالتالي هذا كلياته بيخلينا نطلع على أفكار ومعتقدات جديدة بتساعد بتنمية الوعي لدى الجميع، يعني من الأطفال لفئة الشباب حتى لفئة الكبار. يعني أنا أحيانا ممكن مثلا أقرأ كتاب، هذا الكتاب أنا أكون عندي أفكار معينة، هو يخليني يفتح لي مجالات وفضاءات يعني فكرية وثقافية أكبر. فهذا طبعا الشيء نحن بنحاول جهدنا يكون عنا طبعا دعاية، ويكون عنا أحيانا ممكن نهدي كتب. نحن في عنا حتى كانت خطة السيدة وزيرة الثقافة بإهداء مكتبات، في عنا المكتبات السجون، يعني نحن حتى بالنسبة للسجون أنه لا لازم يكون في توعية، لازم يكون في كتب تساهم بتغيير الأفكار وتنميتها وتطويرها. يعني في عنا كمان نحن قمنا بإهداءات للمدارس، في عنا المدارس مكتبات المدارس أكيد أكيد نحن هذا كلياته إهداءات. في عنا مدارس المتفوقين، في عنا كان حملة لإهداء وإغناء مكتبات مدارس المتفوقين بجميع المحافظات السورية. يعني هذا الشيء نحن عم نعمل جهدنا لحتى نوصل الكتاب السوري والقيمة العالية الفكرية والثقافية للجميع. تمام، خلينا نحكي شو هي شروط الاشتراك بهذا المعرض بالنسبة أيضا لدور النشر. عفوا، شروط الاشتراك بالمعرض؟ هلا نحن ما عندنا شروط، ما في شروط، لا لا لا، نحن من يقال نحن من نقيم المعرض. طبعا في عندنا نحن دوام المعرض من الساعه 9 الصبح للساعه 2 الظهر، ما في شروط معينه، ما في اشتراكات. نحن بشكل عام عم نحاول نساوي المعارض بأماكن الكل يقدر يدخل بدون أي رسوم اشتراك أو بدون أي رسم دخول. لحنا بهمنا إنه الكتاب السوري يوصل لجميع فئات الشعب، فلحنا ما عنا أي شروط، ما عنا أي رسم دخول أو أي شيء بيتعلق بالمعارض، كله مجاني. يعطيكم ألف عافية. استمعني بنهاية لقائنا اليوم هيك كلمة من حضرتك اليوم لكل الناس، بتحبي تذكري بأوقات المعرض الدوام طبعا مدة انتهاء المعرض؟ المعرض بكلية الحقوق من 12 ل 30/5
بالنسبة للمديريات الثقافة والمراكز الثقافية نحن مستمرين لمدة شهر كامل بالنسبة للمعرض. هلأ المعرض الحقوق الدوام الساعة 9 للساعة 2 الظهر. طبعا نحن دائما عم نزود المعرض بكتب جديدة وإصدارات جديدة، يعني الموضوع متواصل لنهاية المعرض. أي حدا حابب في كتاب ما قدر يلاقيه نحن ممكن يتواصل معنا على مديرية المعارض ضمن الهيئة العامة السورية للكتاب، وإن شاء الله إذا موجود الكتاب منوفر له إياه بأسرع وقت ممكن. أكيد. إن شاء الله. ونحن بدنا نشكر حضورك لليوم السيدة أماني قوادري مديرة المعارض والتسويق في الهيئة العامة السورية للكتاب. بالتوفيق ست أماني. شكرا لحضورك معنا وبالتوفيق لكم.